شو بيجي بعد شهر رمضان؟ عيد الفطر. يلا نشوف. عيد الفطر. هادي جيجي. السلام عليكم. اليوم مامي بدها تسألني أسئلة عن رمضان. شوفوا الأكتيفيتي الحلوة والماي. أي متى ببلش شهر رمضان؟ هيك بدنا نشوف القمر. واو، هذه شو بنعمل نحن بشهر رمضان؟ حتى بالماي لنشوف. يلا، لما يأذن المغرب. شو بنعمل لما يأذن المغرب؟ ناكل. صح، نصوم حتى أذان المغرب. شو الصلاة اللي بس منصليها بشهر رمضان؟ تراويح. تراويح. على شو كان يفطر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللبن والتمر. يلا حطها. اللبن والتمر. أنا طيب، شو هي الليلة اللي هي كتير مهمة بشهر رمضان وهي خير من ألف شهر ونزل فيها القرآن الكريم؟ ليلة القدر. يلا لا بالعكس. يلا نشوف. ها، شو بيجي بعد شهر رمضان؟ عيد الفطر. يلا نشوف. عيد الفطر. باي.